وممثلو الدول وممثلي الدول الذين سيشاركون في هذه القمة. من المفترض أن يكون هناك في البداية لقاءات ثنائية وجانبية قبل مشاهد عقد الوفد اللبناني القمة. محمد سيكون هناك رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالفعل الوفود تتوافد مباشرة إلى مقر انعقاد القمة هنا في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات. حسب الجدول الذي تم توزيعه من قبل الوفد الإعلامي المرافق للرئيس ترامب سيكون هناك أشبه بغداء عمل يسبق هذه القمة التي ستنطلق في تمام السابعة أو الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة الرياض، يعني بالتحديد بعد ساعتين من الآن تحديدا. خالد، الآن يصل رئيس الوزراء اللبناني وأول ربما القادة الذين يشاركون قادة الدول العربية من المشاركين في هذه أو أول الواصلين إلى مقر انعقاد هذه القمة يستقبله خادم الحرمين الشريفين، والآن بانتظار طبعا توافد القادة الآخرين المشاركين في هذه القمة. كما قلنا هي قمة مهمة، قمة مهمة بالنظر إلى ما يمكن أن تحمله من نتائج ومخرجات، بالنظر أيضا إلى طبيعة الكلمة والخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القمة أمام القادة المشاركين في قادة الدول العربية والإسلامية. سعد الحريري الآن يدخل إلى أيضا المكان المجهز لاستقبال الوفود، يستقبله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نعم، هذا